اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده والسادسه. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي ومبروك، مبروك انجاز جديد بيحققه النادي الاهلي على المستوى العالمي، برونزيه مونديال العالم للانديه اللي حققها النادي الاهلي للمره الثالثه في تاريخه والمره الثانيه على التوالي. واحد، مبروك للابطال، مبروك للجمهور اللي لعب دور كبير جدا وبيثبت في كل مناسبه الحقيقه انه واحد من افضل جماهير العالم، وانه دايما حاضر في وقت الأزمة ودايما حاضر في وقت الشدة، وأنه اللاعب رقم واحد في مشوار النادي الأهلي. اتنين، الأهلي الحقيقة بالإنجاز اللي حققه في بطولة العالم للأندية رد على كل من انتظر سقوط البطل، والحقيقة كانوا كتير جوه وبره، والحقيقة كان في أسباب ومبررات كتيرة جدا تتوقع أو تقدر تربط بينها وبين عدم قدرة النادي الأهلي على تحقيق إنجاز في ظل ظروف صعبة، بل بين قوسين تكاد تكون مستحيلة تعرض ليها النادي الأهلي قبل مشوار بطولة كأس عام لليابان ورغم للأندية في الإمارات. ورغم كده الحقيقة الرجالة كانت حاضرة من بداية البطولة لغاية ما فرحونا امبارح بتجاوز نادي الهلال بطل آسيا والمملكة بفوز وهزيمة ثقيلة جدا 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 في مباراة للأسف اتقال عليها قبل كده، أو مواجهة اتقال عليها قبل كده إنه الأهلي بيهرب من مواجهة الهلال، وقد كان الرد في الملعب بهزيمة قاسية جدا جدا لنادي الهلال السعودي برباعية هي الأكبر على مستوى نتائج النادي الأهلي في المونديال، ومع عرض الحقيقة أكتر من رائع في ظل وجود غيابات عديدة جدا وتأثر معظم النجوم بمجهود كبير جدا بذل على مدار الفترة الأخيرة. تتكلم على غيابات بحجم فريق كامل وعناصر اغلبها يمكن اساسي، شناوي يقول، اكرم يقول، بدر بنون معاهم، ايمن، تكلم على بيرسي تاو، تكلم على صلاح محسن، تكلم على حسام حسن، تكلم على مجدي قفشه، تكلم على عمار حمدي، والقائمه تطول وتطول وتطول. ورغم كده الحقيقه النجوم ما قصرتش من البدايه للنهايه، من مونتيري للهلال، ولو كان معانا التوفيق وشويه شجاعه في الخطه والتكتيك كان ممكن جدا نكون بنلعب المباراه النهائيه قدام تشيلسي. ولكن الحقيقه مباراه امبارح تطمنك على اللي جاي، وانت بتقفل صفحه الهلال السعودي بتفتح صفحه الهلال السوداني. وقبل ما اتكلم على الهلال السوداني وبدايه مشوارنا في بطوله دوري الابطال، خليني اقول لحضراتكم انه النادي الاهلي في خلال فتره اقل من اسبوعين بيقابل ابطال من ثلاث قارات مختلفه. البدايه كانت مونتري المكسيك بطل الكونكاكاف، مرورا بالهلال السعودي بطل اسيا والسعوديه، ووصولا للهلال السوداني بطل السودان اللي ان شاء الله باذن الله نقابله الهلال الجريح. مباراه لن تكون سهله بكل المقاييس، الهلال اللي بدا مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا بخساره اول ثلاث نقاط امام ماميلودي سان داونز، وبالتالي المباراه اللي جايه هتكون صعبه جدا في مواجهه الهلال، والهلال في ملعبه الحقيقه فريق مش سهل على الاطلاق. لكن ان شاء الله المستوى، طبعا هدف السوليه العالمي، الاهداف كلها ملعوبه، وهدف عبد القادر، وعبد القادر محتاج شابتر لوحده، محتاج فصل لوحده نتكلم عليه، لانه انا بشوف الولد ده مش مستقبل الاهلي بس لكن مستقبل الكره المصريه. حط امكانيات وقدرات ومهارات عبد القادر في كفه، حط عليها عقليه زي لاعب المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح، ابننا وبلدنا، ابن بلدنا، حط الموهبه والعقليه دول في كفه واحده، يبقى عندك واحد من اجمد واحسن وافضل لاعبي العالم. بس طبعا ده محتاج شغل كتير مش بالكلام بس، لكن عبد القادر مبشر جدا، واعد جدا، ابن النادي الاهلي، شخصيه الفانيلا وروح الفانيلا الحمراء، والحقيقه كان من افضل لاعبي الاهلي في، مش بس في المباراه دي، لا انا بشوفه كمان من افضل لاعبي النادي الاهلي في البطوله، واللي جاي باذن الله يكون افضل واحسن. هنحتفل الاول، نحتفل ونفرح ببرونزيه، وبالمناسبه الحقيقه انجاز لابد انه يحسب لمستر موسيماني. قول زي ما تقول، اختلف زي ما تختلف، حاجات كتيرة جدا ممكن تاخدها على الراجل، لكن الراجل الحقيقة أثبت إنه مدرب من العيار التقيل، عنده قدرة كبيرة جدا، وخصوصا في المنافسات القارية والدولية عنده قدرة كبيرة جدا عن يكون حاضر على كل المستويات. أنت بتتكلم على إنجاز لم يحدث، ومن الصعب، أنا بشوف من الصعب جدا إنه حد تاني يكرر إنجازات موسيماني مع النادي الأهلي. بتتكلم على 2 دوري أبطال أفريقيا ورا بعض، بتتكلم على 2 سوبر أفريقيا ورا بعض، بتتكلم على 2 برونزية في مونديال العالم للأندية ورا بعض، وده إنجاز يستحق إن احنا نوجه تحية شكر وتقدير كبيرة جدا للمدير الفني للنادي الأهلي مستر موسيماني. واللي جاي من كلامه أفضل، اللي جاي من كلامه إنه مش مبسوط ومش حاسس، على الرغم إن أنا بشوف وبتفق معاه في جزئية إن يمكن ده الإنجاز ده
يكون افضل انجاز حققه النادي الاهلي في مشاركته كلها في بطوله العالم للانديه، رغم ان احنا حققنا البرونزيه صحيح مرتين قبل كده، وواحده منهم على حساب بطل امريكا الجنوبيه والبرازيل، لكن الانجاز الافضل والاصعب هو اللي اتحقق السنه دي في ظل ظروف وغيابات وعدم قدره على التحضير للبطوله بالشكل الامثل وعدم جاهزيه قول 50 او 60% من قوام الفريق الاساسي نتيجه غيابات، نتيجه اصابات، نتيجه مشاركات مع منتخبات. رغم كده الاهلي وقف على رجله وقدر انه يتخطى بطل المكسيك ويتخطى بطل اسيا عشان يكون ثالث مونديال للعالم للانديه. مبروك مره ثانيه الاهلاويه، من حقكم تفرحوا، لكن ابطالنا ما عندهمش وقت، يعني بعد راحه يمكن هتستمر لمده 24 ساعه فيها كمان رحله سفر قبل ما نسافر ونستعد لرحله ثانيه ان شاء الله للسودان يوم الاربعاء اللي جاي. بنفتح صفحه دوري ابطال افريقيا ابتداء من بكره ان شاء الله، الفرقه ترجع مره ثانيه للتمرين. نسال حضراتكم سؤالنا وانتوا تختاروا، انتوا شوفوا الفرقه كلها كانت نجوم، هتختار ياسر ابراهيم ولا تختار عبد القادر ولا تختار حمدي فتحي ولا تختار السوليه ولا تختار ديانج ولا تختار طاهر ولا تختار مين ولا مين ولا مين؟ بس مطلوب منك تختار ثلاثه بس على صفحاتنا طبعا زي ما اتعودتوا جمهور ومتابعي السادسه، على صفحاتنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تويتر، مين هم افضل ثلاث لاعبين في مباراة الأهلي ومواجهته للهلال في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، المباراة اللي توج فيها الأهلي ببرونزية العالم للأندية. في انتظار رأيكم ونقدم لحضراتكم باكج كده باختياراتكم لمشاركات الأهلي والأفضل في مشاركاته في كأس العالم للأندية. قبل ما نبدأ الحلقة وندخل في التفاصيل نروح لأهم الأخبار والعناوين. كأسة الأهلي بتعود للقاهرة بعد حصد برونزية مونديال الأندية. والأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا للهلال السوداني ويطير إلى السودان الأربعاء. اختبار طبي يحسم موقف الشناوي من السفر إلى السودان. وأبو عبلة يكشف عن موقف وموعد عودة بيرسي تاو للتدريبات الجماعية للأهلي. اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية لتحديد أعداد الجماهير في مباراة مصر والسنغال. وصحف إنجلترا تحتفل بحصول تشيلسي على كأس العالم للأندية. الحاوي نجم فوق العادة. أنا ما عنديش شك إنه جماهير النادي الأهلي بتحب وبتعشق أي نجم بيمثل النادي في أي مرحلة وفي أي جيل من الأجيال، لكن في دايما نجوم كده بتبقى في حتة تانية، وده بيبقى ترجمة علاقة مختلفة شوية أو متميزة شوية، مش بس عشان الكوره، يعني هنا مش بتكلم على كوره، لانه بيتهيألي جمهور كبير زي 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 جماهير نادي الاهلي اتعود طول عمره على انه يكون نمره واحد، او اتعود طول عمره انه يكون بطل، بيحس قوي بالاضافه لحته الكوره يعني والملعب وال90 دقيقه والاهداف والبطولات، عنده كده ترمومتر يقيس بيه اللعيب ده بيحب النادي قد ايه، اللعيب ده مرتبط بالجماهير العظيمه دي قد ايه، اللعيب ده مخلص بجد للشعار وللتيشيرت قد ايه. ووليد واحد من دول، وليد ما فيش اتنين اهلاويه ممكن يختلفوا عليه، واحد من النجوم اللي مش بقول وجهه نظر شخصيه، بقول بالتعريف الحقيقي للكلمه انه نجوم تاريخيين، وليد نجم تاريخي للنادي الاهلي، وان شاء الله لو قدر يحقق مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نفسنا كده وحاسين ان احنا نقدر جدا، حقق بطوله افريقيا السنه دي دوري الابطال، وليد يتخطى كل الانديه الافريقيه في حجم البطولات والانجازات اللي حققها في مشواره مع النادي الاهلي. انا بكلم حضراتكم على واحد من المعشوقين بالنسبه للجماهير، واحد من اكتر اللعيبه اللي بتدي مثل ازاي تكون منتمي وازاي تكون مخلص لفرقتك، ده هو وليد سليمان اللي متعنا وشبعنا كوره، واحد من امهر اللعيبه طبعا اللي جات، واحد من الـ من الـ الـ القدم اليسرى اللي ما تتنسيش، والاهلي الحقيقه غني دايما باولاده وبالمواهب وبالنجوم اللي بيقدمهم، لكن وليد طبعا على مدار التاريخ كل واحد من اكتر اللاعبين المتميزين واللي دايما الحقيقه يعني هنفتقدهم، نتمنى له بس يفنش موسم ناجح، وشايفين انه يقدر يدي الاهلي ويفيد الاهلي جوه الملعب وبره الملعب السنه دي بالذات، عندنا موسم شاق جدا محتاجين لخبرات وليد، ومحتاجين لان واحد كمان خدوا بالكم وليد مش بس لعيب مهاري ومش بس لعيب حريف، لكن واحد كمان من اكتر اللعيبه المؤثره. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تبص وتحلل الارقام ومشواره في البطولات وحجم تاثيره
حجم مساهمته في انه الاهلي يحقق البطولات دي، هتلاقي واحد من اكتر اللاعبين اللي كانوا مؤثرين بشكل كبير جدا على مدار مشاركاته وعلى مدار البطولات اللي حققها مع النادي الاهلي، والاهداف خصوصا كمان اللي اتحققت في مناسبات كتيره جدا صعبه وقت ما بتحتاجه بيكون موجود، وعندنا امل كبير جدا انه يقدم موسم ناجح جدا مع النادي الاهلي. خليني اكلم حضراتكم، وبما ان احنا اتكلمنا عن الفانيلا قبل ما ارجع بس او ابتدي مع حضراتكم اخبارنا النهارده، في حاجات كتيره جدا بره المقدمات اللي كلمت حضراتكم عليها واللي توقع اي فريق، يعني اي فريق عانى من الظروف اللي عانى منها النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي نفسها ما كانتش تقدر تلوم على النادي الاهلي لو خرج من البطوله دي بدري بدري، يعني لو كنا اتغلبنا لا قدر الله مونتيراي ولعبنا على الخامس والسادس ما حدش من جماهير النادي كانت هتزعل قوي، يعني هتزعل انك ما حققتش حاجه، بس ما تقدرش تلوم على الفريق ولا على الجهاز الفني ولا على الاداره في ظل الظروف الصعبه دي. خدوا بال حضراتكم انه قبل البطوله دي كل الفرق تقريبا بدون استثناء بالميراس وهو بطل امريكا الجنوبيه وبطل مين؟ البرازيل. حد يقدر يتكلم على الكره البرازيليه او على بطل البرازيل او على بطل كوبا ليبرتادوريس؟ سبع صفقات قبل بطوله كاس العالم للانديه. الهلال السعودي ست صفقات تقريبا برضو قبل بطوله كاس العالم للانديه، منهم لعيبه جايه من بورتو ولعيبه جايه مش عارف من الدوري الانجليزي وارقام يعني في ارقام خرافيه اتدفعت ملايين الدولارات اترمت تقدر صفقات الهلال تقريبا يعني بحدود 20 مليون دولار قبل البطوله. الاهلي ما عملش صفقه واحده رغم انه في غيابات بالجمله وغيابات لنجوم كبيره جدا ومؤثره جدا. حد يقدر يتكلم على قيمه الشناوي او بدر بنون او بيرسي تاو او ايمن اشرف او اكرم توفيق؟ يعني احنا بنتكلم على لعيبه كانت ليها دور مهم جدا وكان الناس شايفه انه اللعيبه دي لا يمكن الاستغناء عنها في بطوله بحجم بطوله كاس العالم للانديه. ازاي هيلعب كاس العالم للانديه من غير الشناوي يا جماعه؟ ازاي ما فيش بدر بنون؟ ازاي ما فيش بيرسي تاو؟ ازاي ما فيش اكرم توفيق؟ ازاي ما فيش قائمه طويله جدا 14 لعيب تقريبا مش موجودين على سكواد الفريق. احنا ابتدينا ماتش مونتيري الدكه بتاعتنا مش كامله، ورغم ذلك هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى، قيمه التيشيرت بتاعت النادي، قيمه الفانيلا، احساس لعيبتنا ونجومنا بالتيشيرت اللي هم لابسينها، واللي يتابع ردود افعال الـ السعوديه على تتويج النادي الاهلي والهجوم اللي تعرض ليه طبعا جارديني المدير الفني للهلال، قالوا له انت بتلعب الاهلي المصري حتى في اصعب الظروف وحتى في ظل الغيابات الاهلي قادر، والحقيقه امتعنا بعرض كمان، وده الجميل في الموضوع انه لان الاهلي تحسه رجع تاني واقف على رجله. يعني المباراه اللي احنا لعبناها وبصرف النظر عن في طردين بالتاكيد اثروا على قدرات الهلال اللي بالمناسبه نكن ليه كل الاحترام والتقدير، فريق زعيم الكره السعوديه وفريق كبير جدا ما حدش يقدر يقلل من قيمته ولا من قدراته، لكن حتى قبل الطرد الاهلي الحقيقه بدا المباراه بشكل ولا اروع، وده طمني كمان على اللي جاي لانه اللي جاي صعب قوي. احنا راجعين يعني مخلصين كاس عالم ومن قبله كاس افريقيا بطوله امم افريقيا ومن قبله بطوله كاس العرب. اللعيبه الحقيقه داخله على معجنه بمنتهى الصراحه، يعني انت يوم الهلال يوم الجمعه اللي جايه هتلعب الهلال في السودان، ترجع بقى تمشي ايه كل ماتش اسبوعين، ماتش في الدوري وماتش في تشامبيونز ليج، ماتش في الدوري وماتش في تشامبيونز ليج. فالموسم الحقيقه صعب جدا، وده يخلينا كمان نتكلم طبعا مطمنين، وان شاء الله قلت مواجهه الهلال صعبه على ملعبه، لكن ان شاء الله باذن الله قادرين نتخطى الهلال ونحط فيه الحصالة أول ثلاث نقاط في مشوار بطولة أفريقيا. وبمناسبة البطولة طبعا بنشوف لقطات ياسر امبارح، أنا إزاي ما اتكلمتش على ياسر امبارح هدفين فتحوا وسهلوا الطريق والسكة وتسبب في طرد. طبعا ما فهمتش اللعبة، يعني إيه كان إيه الداعي للعنف الشديد جدا من لاعب الهلال السعودي، حتى ما فيش كورة بينهم ومن بعض مشتركة تستدعي حالة العنف ده. وعلى كل الأحوال هو كلف فرقته وقضى على امال فرقته هدف عبد القادر. انا بقول عبد القادر اللي جاي، يعني وانا قلت عبد القادر لو كان موجود مع منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه كان فرق كتير جدا مع فرقتنا. الولد عنده كوره يعني انا اسف مش موجوده عند حد. المستوى اللي بيقدمه عبد القادر والامكانيات والثقه، خدوا بال حضراتكم في كتير من اللعيبه اللي ممكن تكون امكانياتها عاليه لكن ما عندهاش الثقه وما عندهاش شخصيه البطل وما عندهاش
فكره انها ما تخافش من اي لعيب واقف قدامها او اي منتخب هي بتلعبه. عبد القادر كده، وعبد القادر لازم يكون موجود. اعتقد مستر كيروش دي حاجه ما تستدعيش عند باي شكل من الاشكال، عبد القادر لازم يكون موجود في تشكيله مصر في مواجهه السنغال. وشايف انه عبد القادر لو اشتغل على نفسه يقدر يوصل في حته. احلم زي ما انت عايز يا ابني، بس الاحلام لوحدها زي ما بقول دايما مش كفايه، بس انت ممكن تروح لحته ما فيش حد تاني يوصل لها. امكانياتك بتقول كده. علولو، ياسر، هاني، حمدي. حمدي انت 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 ايه يا حمدي؟ يعني انا حمدي بصراحه خلصت فيه كل الكلام. والولد الحقيقه كمان يعني كل شويه ربنا يمتحنه ويختبره كده باختبار صعب ويجيله اصابه، فنقول لا ده يعني هياخد وقت عقبال ما يرجع، لكن يرجع واحسن من الاول ما شاء الله، يعني كان اكتر من رائع. الفرقه رجعت النهارده الساعه 1، الحمد لله على السلامه، وعادوا الابطال مره تانية. وزي ما قلت لكم مستر موسيماني قرر انه النهارده يكون راحه، من بكره ان شاء الله باذن الله طبعا دي لحظات الوصول. ده دكتور اشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضه كان في انتظار في استقبال البعثه، واستقبلهم وهناهم ووجه تهنئه الكابتن محمود الخطيب على الانجاز اللي بيشرف الكره المصريه وبيشرف الرياضه المصريه. اي فريق، اي فريق مصري واي بطل مصري في اي لعبه مش بس في كره القدم قادر يرفع اسم مصر بره، هو بيمثل مصر بس. واعتقد انه احنا متفقين، يعني متفقين عشان احنا بنعلم ولادنا، احنا بنسيب الدرس للي جاي بعدنا. متفقين انه اي حد بيمثل مصر وبيرفع علم مصر هنا بننسى دايما الالوان وكلنا في ظهره. ارجوكم علموا ولادكم كده، عشان انا شايف على السوشيال ميديا حاله فتنه وحاله تعصب بيغذيها للاسف مجموعه من عديم المسؤوليه ومجموعه من الجهلاء بشكل، وكله بحثا عن الترند وكله بحثا عن الشهره وكله بحثا عن اللايكس وكله بحثا عن الشيرز. مش ممكن نكون بنسيب لاولادنا اللي جايين من بعدنا كده. اي فريق، انا كاهلاوي لو في فريق بيمثل مصر بره في بطوله خارجيه بس ما بيكونش بيلعب في مواجهه الاهلي، طبيعي جدا انا اشجعه واقف في ظهره. ابن بلدي طبعا وعلم بلدي طبعا اولى من اي حد تاني. فريق ان شاء الله هيتمرن بكره ويتمرن بعده، ويوم الاربعاء باذن الله تبدا رحله تشامبيونز ليج الجديده. اللي بيتهيأ لي ودي نقطه مهمه جدا، انا شايف انه الجيل ده من لعيبه النادي الاهلي قادر جدا 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 ان شاء الله ينافس على ميداليه جديده، لون جديد. انا مش هقول ذهب، هقول فضه، لكن نوصل مباراه نهائيه. واعتقد انه مع رؤيه الاداره ومع رؤيه شركه الاهلي لكره القدم، الاهلي ممكن في النسخه اللي جايه من كاس العالم للانديه يكون في حته تانية خالص. الاهم طبعا نبتدي المشوار من اوله ونركز في خطوه بخطوه، والبدايه مع الهلال ان شاء الله. الاهلي سافر الاربع، يتمرن الخميس ويواجه الهلال يوم الجمعه ان شاء الله في انطلاقه مشواره في دوري الابطال دور المجموعات. طبعا خليني اطمنكم على الشناوي وتاو، لانه طبعا الاثنين بيمثلوا قوه ضربه. الشناوي ان شاء الله باذن الله هيعمل اشعه سونار على العضله الخلفيه بكره ان شاء الله، وتتحدد على اساسها. هو خد حقنتين بلازما، لكن طبعا الاشعه دي مهمه جدا عشان يتحدد على اساسها امكانيه انه يكون موجود مع الفريق في السودان من عدمه. وانا الحقيقه شايف انه يعني مع كامل التقدير طبعا ما حدش يقدر يتكلم على حبي كجمهور وحب جماهير النادي الاهلي وثقتها في الشناوي، لكن انا شايف انه عدم المجازفه بالشناوي، الشناوي محتاج يريح شويه، بذل مجهود كبير على مدار سنتين ومع المنتخب ومع الاهلي. فانا اعتقد انه يعني اتمنى انه يكون الافضل انه يكون مشاركته ما بعد مواجهه الهلال. والامر نفسه ينطبق على بيرسي تاو اللي دكتور احمد ابو عبله قال ان شاء الله انه هيبتدي ينضم للتدريبات الجماعيه للفريق بعد العوده ان شاء الله من السودان ومواجهه الهلال السوداني. اتحاد الكوره بيجهز خطاب عشان يوجهه للجهات الامنيه في اطار التحضير بقى والاستعداد لمواجهه السنغال المهمه جدا. خلاص 40 يوم تقريبا بيفصلنا عن مواجهه المواجهه الاولى ان شاء الله اللي هتكون في مصر هنا مع منتخب السنغال. فبدا الاتحاد المصري لكره القدم انه يخاطب الجهات الامنيه عشان يتكلموا في فكره الاعداد اللي هيسمح ليها، اعداد الجماهير يعني اللي هيسمح ليها بحضور مباراه القاهره. واتمنى، اعتقد مباراه مهمه جدا لجمهور الكره في مصر، مش بس جمهور الكره، مباراه مهمه جدا لكل المصريين، وخصوصا تقديره يعني في حاله تقدير للمجهود الكبير جدا اللي بذلته لاعبتنا واللي الحقيقه يشكروا عليه. ما كناش مستنيين منهم اكتر من كده في بطوله امم افريقيا الجديده. الحلم الاهم والاكبر لكل المصريين هو الوصول لكاس العالم، والبدايه تبتدي من هنا من مصر في مواجهه السنغال. فاتمنى ان شاء الله انه ابواب الاستاد ايا كان الملعب، برج العرب، القاهره، السويس، في كلام على السويس مش فاهمه يعني، مش متصور مباراه زي دي ممكن تتلعب بره القاهره او برج العرب، لكن اتمنى انه ابواب الملاعب دي تتفتح لجمهور مصر بالكامل. نروح لتشيلسي وتتويجه طبعا ب
البطوله بتاعه كاس العالم للانديه. بطوله والله وانا بتفرج على المباراه النهائيه كنت حاسس جدا انها في المتناول، وان وجود تشيلسي وبالميراس الحقيقه في النهائي خلاني اقول انه الاهلي كان قادر. يعني طبعا ده تتويج، دي لحظات التتويج في الدقائق الاخيره، في الامطار الاخيره زي ما بيقولوا، بعد ما كان في وقت اضافي بين تشيلسي وبالميراس. استطاع تشيلسي انه يحسم البطوله لصالحه طبعا عن طريق ضربه جزاء اتحسبت له يمكن في الدقيقه 115 او 116 من عمر المباراه عشان يضيف بطوله ليه ما كانتش موجوده طبعا في دولاب بطولاته. واعتقد انه نجاح كبير لتوماس توخيل. عايز اقول لحضراتكم بمناسبه تتويج تشيلسي، جزء كبير جدا من نجوم تشيلسي كان مهتم بلاعيبه النادي الاهلي وابرزهم طبعا ديانج. يعني على سبيل المثال نجولو كانتي راح وخد لقطه، والحقيقه يمكن اشاد بمستوى ديانج في البطوله جدا، وراح اتصور ليهم صوره او لقطه مع بعض بعد التتويج بعد ما الاهلي خد البرونزيه وتشيلسي رفع كاس البطوله، كان ليهم لقطه مع بعض. توماس توخيل كمان الحقيقه حيا موسيماني على المستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي في البطوله، وده الحقيقه الطبيعي بالنسبه للنادي الاهلي ايا كانت الظروف والمعوقات. الاهلي دايما حاضر. يمكن هروح مع حضراتكم لجوله في الصحف الانجليزيه، هبتدي بصحيفه ذا سان الانجليزيه اللي كتبت، حطت طبعا صوره لفريق تشيلسي لحظه التتويج باللقب، وكتبت انه البلوز يتوج بالكثير في اشاره طبعا للفوز بكل الالقاب بعد ما فاز بكاس العالم للانديه. يمكن الصحيفه كمان كلمت، ويمكن حضراتكم شايفين في الكادر تصريح لبول سكولز طبعا نجم التسعينيات. فانا شفت بول سكولز واحد من افضل اللعيبه اللي لعبت في تاريخ المان يونايتد، تصريح ليه الحقيقه بيهاجم فيه اللاعبين وبيتهمهم بالتكاسل. كتب الحقيقه العنوان بعد طبعا التعادل 1-1 امام ساوثهامبتون، وقال فيها كساله. طبعا ده تعليق سكولز، المتخبطون لا يريدون العمل الجاد. دي كانت او ده كان تعليق بول سكولز على النتيجه. وكمان الحقيقه شو قال في تعليقه على نفس المباراه، اوقفوا الاخطاء او لننسى دوري الابطال. صحيفة الديلي اكسبرس الحقيقة يمكن حطت عنوان قالت فيه انه تشيلسي ابطال العالم. والديلي تيليجراف كتبت وقالت ملوك العالم نجم طبعا تشيلسي هافرتز بيسجل ركلة الجزاء عشان يساعد تشيلسي على اغراق بالميراس والتتويج بلقب عالمي لنادي تشيلسي. فقراتنا متواصلة مع حضراتكم في السادسة، اسمحوا لنا نروح لفاصل، وخلينا نوجه مرة تانية تحية للحاوي نجم النادي الاهلي، واحد من الناس اللي بتعشقها جماهيره، وليد سليمان. والله انا شايف الرقم ده ممكن كمان يتضاعف ويتضاعف. طبعا الكلام عن نسبه اللاعبين الاجانب في الدوري الانجليزي اهم بطوله على مستوى العالم، وبعد المستويات اللي قدموها الحقيقه النجوم المصريين في البطوله، اعتقد انه اللاعب المصري يستحق كمان ياخد مساحه اكتر من كده. خليني اقول لحضراتكم انه في الفتره اللي لعب فيها منتخب مصر بطوله كاس افريقيا ووصل ل المباراه النهائيه، ده الحقيقه شجع عدد كبير جدا من الفرق الاوروبيه. وفي انا عندي طبعا تفاصيل، يمكن الانديه في مصر هنا ما تفرطش في نجومها يعني بالسهوله اللي احنا متوقعينها، لكن انا نفسي الحقيقه يكون عندنا يعني نظره للمستقبل، وده الحقيقه هيخدم الكره المصريه بشكل كبير جدا، بالذات لو سيبنا الجيل. انا ما بتكلمش على اي جيل، انا بتكلم على الجيل الصغير، الجيل اللي قدامه لسه 10 12 سنه في الملاعب، الجيل بتاع المنتخب الاولمبي اللي لعب فيه، اللي خد لقب ببطوله افريقيا ولعب في اولمبياد طوكيو. انا شايف ان الجيل ده لازم يطلع بدري بدري. اولا هيفتح الباب، اللعيبه كلها يعني هايله جدا وامكانياتها كبيره جدا، ويقدروا ياخدوا مشوار طويل في 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 بطولات او في دوريات اجنبيه، ويفتحوا الباب بقى لانك يبقى عندك يعني لما تيجي تتكلم على منتخب مصر تبقى بتلم لعيبه من اكبر واهم انديه في اوروبا. ده اعتقد هيساهم بشكل كبير او هيحسن بشكل كبير جدا من مستوى الكره المصريه. خلينا نروح للوكسمبورغ. لوكسمبورغ واحد من الاسماء الشهيره جدا في عالم التدريب، درب بالفعل منتخب البرازيل ودرب كمان ريال مدريد في السابق. خلينا نتكلم معاه على هنتكلم معاه طبعا على بالميراس وعلى مشاركته وعلى رؤيته لبطوله كاس العالم للانديه، ونتكلم كمان معانا الريال وعلى الليجا الاسبانيه. خليني بدايه طبعا ارحب بيك على شاشه الاهلي، واقول لك في البدايه هارد لك طبعا لخساره بطل البرازيل وبطل امريكا الجنوبيه للمباراه النهائيه امام تشيلسي. يا
المباراة، ولكن تشيلسي استطاع الفوز بالمباراة، فقد استطاع تقديم مباراة أقوى، واستطاعوا أنهم يحملوا الفريق للفوز بهذه البطولة. على الرغم من لعب بالميراس بدفاع قوي جدا، ولكن كان الحظ حليف لفريق تشيلسي والفوز بهذه البطولة. يعني بداية خليني أسألك على الكرة البرازيلية شوية، خصوصا أنه يمكن أغلب الأندية البرازيلية هي الأكثر تتويجا بلقب الكوبا ليبرتادوريس. في بدايات بطولة كأس العالم كانت الأندية البرازيلية أو أبطال أمريكا الجنوبية دايما حاضرين، الحقيقة عندهم قدرة على أن هم يتجاوزوا عقبة بطل أوروبا، وغالبا كانت بتجمعهم مباراة نهائية يعني، وكانت كان الموضوع سجال. في السنوات الأخيرة هيمنت الفرق الأوروبية على بطولة كأس العالم للأندية، إيه سبب ده من وجهة نظرك؟ Vou falar do Brasil, né? Sim. Dos outros países eu não quero falar. É que nós perdemos a nossa essência. نعتقد أن البرازيليين فقدوا المعنى الحقيقي أو الميزة الحقيقية التي كانت بتخليهم من أقوى الفرق. أنا أستطيع التحدث فقط عن البرازيل، ولكن لا أستطيع التحدث جيدا عن الفرق الأوروبية، وأعتقد أن البرازيليين قد فقدوا هذا السحر والجمال في الكرة التي كانت تقدم بشكل مميز فيما قبل. البرازيل كانت تحتوي وكانت عندها عدد كبير من اللاعبين المميزين، ولكن للأسف الشديد فقدت هؤلاء اللاعبة المميزين، وفي نفس الوقت فقدت هذه الروح التي كانت تميزهم فيما قبل. يهمني أكيد طبعا تابعت ماتش الأهلي، المباراة اللي جمعت بين الأهلي وبالميراس في دور قبل النهائي، تاني مواجهه بالمناسبه في بطوله كاس العالم على التوالي. ايه رايك في الاداء اللي قدمه النادي الاهلي، واذا كان في يعني اسماء او لاعبين لفتوا نظرك؟ الاهلي هو فريق مميز للغايه، وقد لعب بشكل مميز، ولكن بالميراس استطاع تحقيق تعديل المباراة لصالحه، وأعتقد أن بالميراس استطاع الفوز، ولكن الأهلي أيضا كان يستطيع الفوز بهذه المباراة، ولكن أعتقد أن فريق بالميراس اقتنص فرص واستطاع تحقيق أهداف والفوز بهذه المباراة. طيب خلينا نروح معاك للكرة البرازيلية برضو، بس على مستوى المنتخب البرازيلي. هو بالتأكيد طبعا يعني لو سألت أي حد هو بالتأكيد دايما منتخب مرشح للفوز بأي بطولة بيشارك فيها. إزاي شايف فرص المنتخب البرازيلي في المنافسة على لقب كأس العالم 2022؟ البرازيل مرشحة جيدا للفوز بلقب كأس العالم 2022، وأستطيع القول بأن المنتخب البرازيل من الفرق القوية للغاية والتي تستطيع تحقيق هذا اللقب. مين النجوم الأبرز اللي من وجهة نظرك يعني يستطيع أن هم يقودوا البرازيل في بطولة بحجم كأس العالم؟ البرازيل دائما تحتوي العديد من البرازيليين اللعيبة المميزة جدا زي كافو وفي العديد من هؤلاء اللعيبة الذين يستطيعون أن يميزوا المباراة ويستطيعوا تقديم كرة مميزة والفوز بلقب المونديال. في كل فترات وعصور البرازيل كان المنتخب البرازيلي بيضم يعني نخبة من نجوم العالم، وكانوا الحقيقة النجوم البرازيليين منتشرين وبيلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية أو العالمية يعني. هل بتشوف الجيل ده هو الأقل
على مستوى تاريخ الكرة البرازيلية، ولا شايف انه يعني بيضم مجموعة من النجوم اللي تستطيع او عندها القدرة انها تحسم اي لقب او اي بطولة؟ للأسف الشديد البرازيل غيرت تماما ثقافة الكرة البرازيلية والتي كانت تتميز بها فيما قبل، والآن ليست. للأسف الشديد البرازيليين اللاعب البرازيليين الآن يهتمون بأشياء كثيرة جدا غير الفوز والتميز التي كانت تميز المنتخب البرازيلي فيما قبل. ما ينطبق على البرازيل ينطبق أيضا على ريال مدريد، وأنت كنت بتدرب الريال في فترة من الفترات. قبل بس مسأل على أنشيلوتي وعلى فرص الريال في تحقيق الشامبيونز ليج والليجا، كان في تصريح، كنت قريت تصريح لويس فيجو نجم البرتغال ونجم الريال، ان انت شخصيا كنت سبب في رحيله عن ريال مدريد. تعليقك ايه على التصريح ده؟ أعتقد أن أنا لست مهتم كثيرا بهذه الأمور، أهتم أكثر بما يخص المنتخب والكرة البرازيلية. طيب أنا هقبل الرد الدبلوماسي، هروح معاك لأنشيلوتي والكرة اللي بيقدمها مع ريال مدريد ورأيك في مستوى ريال مدريد وقدرته على تحقيق لقب الليجا الإسبانية ولقب الشامبيونز ليج. مدريد من الفرق المميزة وتحتوي على العديد من اللاعبة المميزين، وأعتقد أنهم قادرين على تحقيق الفوز حيث أنهم فرقة مميزة وعندها العديد من اللعيبة المميزين. لوكسمبورغ طبعا مدرب الريال السابق ومدرب منتخب برازيل السابق، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة. خليني أخذ حضراتكم لشوية كرة حلوة بقى، هروح الحقيقة يمكن البداية مع البايرن في مباراة كل اللي تابعها توقع مواجهة بين بايرن ميونخ طبعا متصدر الدوري وبين بوخم الألماني. طبعا هدف مبكر جدا عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 9 من عمر المباراة، فالكل توقع أنه بايرن بوخم هدف مبكر خلاص المباراة انتهت، لكن بوخم الحقيقة عاد سريعا جدا الحقيقة بهجمة مرتدة ولا أروع، اتنفذت وأحرز من خلالها هدف التعادل في المباراة. الجميع برضو توقع سيناريو منطقي جدا والطبيعي جدا أن البايرن هيبتدي يهاجم عشان يتقدم، لكن الحقيقة لمسة يد بتتحسب بركلة جزاء لصالح بوخم يتقدم عن طريقها، ومن هنا اتقلبت المباراة بشكل في بعض الماتشات كده اللي كنت متوقعها سهلة، منها طبعا بايرن ميونخ في مواجهة بوخم، لكن الحقيقة المباراة اتقلبت بشكل عنيف جدا، وبعد الهدف الثاني من ركلة جزاء قدر بوخم انه يحرز هدف ثالث عشان يتقدم على بايرن ميونخ متصدر بوندسليغا والفريق واحد من اقوى الفرق في العالم بنتيجة 3-1. يكتفي بوخم بده؟ لا، الحقيقه يعني استمر في تسديده ولا اروع، تسديده تكاد تكون يعني مستحيله بس رايحه بقى، ساعات لما برده بتفتح كده وبتبقى ماشيه رايحه فين؟ رايحه في شبكه مباشره عشان تكون نتيجه تقيله قوي على البايرن، لكن الحقيقه ليفاندوفسكي يعني حط هدف تاني كده حاول يصلح بيه كده السكور التقيل، وانتهت المباراه بنتيجه 4-2 لصالح بوخم على حساب بايرن ميونخ. مباراة تانية ممتعة بقى، أنا عايزكم تتفرجوا على نمرة 10 في ايندهوفن وفيتسي في الدوري الهولندي، هو نمرة 10 اللي هيستلم الكورة ده. بصوا يا جماعة الولد ده أنا شايفه إنه اسمه نوني مادوكا، يعني في السنة الجاية بص الكورة دي اتعملت إزاي، بص كم مراوغة في مساحة قد إيه. هدف أول طبعا لبي اس في، مباراة انتهت باكتساح بي اس في ايندهوفن لفيتسي الهولندي بنتيجة 5، لكن الحقيقة نمرة 10 ده نوني مادوكا ده انا شايف انه الحقيقه هو النجم المباراه بدايه، واحد من افضل المواهب الموجوده في الدوري الهولندي، ساهم وكان ليه اكتر من بصمه في المباراه دي عشان تنتهي المباراه بخماسيه. هدف ثاني طبعا من الباك الشمال لبي اس في ايندهوفن،
وطبعا فيتس فريق متواضع، لكن ده ما يقللش ابدا من الكره الممتعه اللي قدمها ايندهوفن في المباراه. بعد التقدم بهدفين استطاع الحقيقه انه يعزز في الشوط الاول برده في الدقيقه 28، مباراه انتهت طبعا هدف ثالث عشان تبقى المباراه تقريبا اكلينيكيا انتهت. هو الولد ده ولد عنده كره حلوه جدا، هدف رابع الحقيقه من كره، وانا عايز نتفرج على الكره دي لانها فيها الهدف ده في كره جماعيه في تيم ورك على اعلى مستوى. والهدف اللي بعده طبعا هجمه في ظهر الدفاع استلمها مهاجم ايندهوفن واسيست اكتر من رائع، طبعا كره خلصانه بالشياكه زي ما بنقول عندنا هنا في مصر عشان يكون هدف رابع. اما الهدف الخامس فزي ما حضراتكم شايفينه في الدقيقه الاخيره من عمر المباراه، طبعا كان خلاص كل حاجه انتهت واستسلم فريق فيتس بشكل كبير جدا عشان تخش كره مركونه في نهايه المباراه وتحسم النتيجه بنتيجه 5-0 لايندهوفن على حساب فيتس. هنتكلم اكتر بقى مع حضراتكم على ماتش امبارح ونحتفل وندي نجومنا الحقيقه اللي ابدعوا وامتعوا في بطوله اكتر من رائعه الحقيقه، يمكن تكون الافضل توقعناها صعبه، توقعنا ما توقعناش نتيجه عظيمه جدا، لكن الحقيقه رجاله الاهلي كان ليهم راي تاني وقدموا اداء ولا اروع بدايه من مباراه مونتيري المكسيكي في افتتاحيه المشوار وصولا للتتويج بالبرونزيه على حساب زعيم اسيا وزعيم المملكه الهلال السعودي عشان يكتب الاهلي تاريخ جديد في مشاركته في بطوله كاس العالم للانديه. نتكلم اكتر مع ضيفنا النهارده كابتن ضياء عبد الصمد، هيكون ضيفنا في السادسه بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. وانت بتتفرج وبتتابع يعني بطولات الاهلي مختلفه مش بس كاس العالم، افتكر انك انت بتتابع وبتشاهد جيل جديد عظيم من اجيال النادي الاهلي. الجيل اللي قدام حضراتكم ده حقق انجازات في ظل ظروف صعبه جدا، صعب قوي الحقيقه انه اي حد يقدر يحققها مش لابس تيشرت النادي الاهلي. وانت بتتفرج على النادي الاهلي اعرف انه لو جالك الحظ او ساعدك الحظ والتوفيق في يوم من الايام انك تلبس التيشرت الحمراء دي، انك مع الاهلي بس تقدر تكتب تاريخ عظيم جدا تفتخر بيه وتعيش عليه حياتك كلها. مبروك للاهلاويه مره ثانيه، ثالث برونزيه على مستوى العالم، وما زال الحلم لسه يعني متمسكين بيه، ما زال حلمنا ان شاء الله بتحقيق انجاز افضل في كاس العالم، وانا شايفه قريب جدا ان شاء الله مش بعيد، قائم وبقوه ان شاء الله باذن الله. الاهم ان احنا نبتدي من دلوقتي نشتغل عليه، والبدايه هتكون من مشوارنا في بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله وانطلاقه المشوار في دور المجموعات امام الهلال يوم الجمعه اللي جايه. بس قبل ما نروح لدوري الابطال وقبل ما نروح للهلال السوداني خلينا نرجع اكتر للهلال السعودي الاول مع كابتننا النهارده وضيفنا ونجمنا كابتن ضياء عبد الصمد. مساء الخير يا كابتن ضياء، واهلا وسهلا بيك والف مبروك. الله يبارك فيك يا ابو حميد، مقدمه جميله ومبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كلها. وفعلا انت قلت كلمه الواحد بيقولها في معظم المقابلات اللي بيتقابل بيها مع الناس كلها، اللي ما لبسش تيشيرت النادي الاهلي بيخسر كتير، او مش هنقول يعني برضو بيفوتوا كتير قوي. أي. فعلا ليها روح. صحيح. مش هقول واكرر الجمله دي، احنا لما لعبنا مع النادي الاهلي موسم 84-85 في دور الثمانيه ضد الزمالك، ايوه كنا كلنا ناشئين ما عدا كان احمد شوبير بس. ايوه. ما حدش يعني هقول لك واحد في المليار مش واحد في المليون انت كان يتوقع ان وايمن وطارق خليل وجيل جديد كان طالع حسام حسن وكان علاء عبد الصادق وبدر رجب ومحمد السيد ومحمد عزيز وحماده مرزوق وكان شمس حامد برضه ما كانش حد يتوقع منك او ما كانش حد يستنى منكم في مواجهه انت تخسر أتولي. تخسر 3-4 وتقول انا الحمد لله بس انا بلعب ناشئ، انك تكسب 3-2 وبعدين تكمل الترسانه وكنا بتدعمنا وقتها، وبعدين الاسماعيلي الفاينل وندعم برضه بمجموعه كبيره من اللعيبه الكبيره، ده روح التيشيرت بتاع نادي الاهلي. انا وانا بتفرج على ماتش الهلال سيبك من اللي كان بيتقال في الميديا ان الهلال بيقول ان الاهلي ما رضيش يقابله مباشره فعشان كده راح لمونتيري ولا راح مش عارف الفرقه الاولانيه التانيه اللي اسمها مونتيري او التاني كان لا هو كانوا بيتكلموا يعني في بعض الاصوات، وطبعا احنا يعني كامل التقدير والاحترام لنادي الهلال هي لا تمثل، لكن بعض الاصوات الاعلاميه اللي قالت ان الاهلي هرب من مواجهه الهلال في السوبر المصري السعودي، وده طبعا ما كانش حقيقي على الاطلاق. تصدقني يا احمد لو قلت لك ان اول خمس دقائق خلي بالك اول خمس دقائق قلت الاهلي هيكسب واضحه الروح. انا بس عايز قبل والله العظيم ثلاثه انا قلت طبعًا. الروح واضحه جدا طبعًا. انا عايز اكسب طبعا خلي بالك. بس توقعاتك للاهلي قبل البطوله كانت ايه؟ بص انا ما بحبش اعلق شماعه لكن في حقائق لازم نبقى عارفينها كلها.
نمره واحد الاهلي اتظلم. يعني اذا كان الكاف مع الفيفا مع بطوله العرب ان انا ما اعملش موازنه بالمباريات دي والمباريات دي والمباريات دي والثلاث بطولات محترمين. انت بتتكلم في بطوله عالم الانديه، بتتكلم في تصفيات امم افريقيا، وبتتكلم في تصفيات افريقيا، دي كلها حاجات صعبه جدا عليك. انت ازاي ما تبقاش فيه حياديه للنادي الاهلي؟ نمره واحد. نمره اثنين، انا ما اعرفش ايه السبب ان افريقيا واسيا بيلعبوا مباراه زياده عن اوروبا او امريكا اللاتينيه او امريكا الشماليه او ايا كان، او استراليا ايا كان، ليه ما اعرفش يعني. وبعدين بتاخد الانذارات وبتاخد البطاقات بعدها مباراه. بالمناسبه كلام حضرتك، الكلام ده كله صعب. اشمعنى الاهلي في الاجتماع بتاع قد مذكره رسميه طالب فيها بفكره او تحقيق مبدا تكافؤ الفرص؟ ليه انا ليه يعني افريقيا قليله للدرجه دي مثلا، او الكاف قليل يعني ازاي؟ تشيلسي فرصه اقوى، فرقه الثانيه كانت بتلعبه كان اسمها بالميراس اقوى. تيجي بقى الاسيا والافريقيا الناس كلها تحس انها يعني برضو متوتره، وفي نفس الوقت هم جايين من 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 بطولات قويه وبطوله قاريه، فبرضو الكلام دوت ما اعرفش يعني حساباته ايه بالنسبه للفيفا وللكاف. لكن النادي الاهلي قبل ده كله بعد ما اتفرجت على اول مونتيري اول مباراه، لا واضح جدا انهم عايزين يكسبوا. في حاجه زعلتني في طلع احمد في المباراه الثانيه بالميراس بامانه، الشق الدفاعي عندنا انا زعلت قوي 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 بصراحه. ولما مش عايز اقول على رامي ان هو كان في مشكله عنده في حاجه، او يعني مش عايز يعني الراجل واخد احسن لاعب في المباراه بتاعت مونتيري اول واخد احسن لاعب. المباراه الثانيه لا، الهدفين مشكله مشكله كبيره. التغطيه واحد بدماغ رامي، انا بعتبر رامي دوت من الناس المقاتله، وهو في الناشئين لما كان بيلعب حتى كمان ديفوندر كان قوي جدا 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 وجريء ولعيب وفت وفايتر لا لعيب كبير وعنده خبرات كتيره. حته انه يفتح للفرود ويسيب له المجال ده كله، انا وانا قاعد اقول له خش يا رامي، اضغط يا رامي، اقطع يا رامي بامانه، لكن للاسف يعني هو كلنا ال 100 مليون والله انا عمال اقول له ازاي خش يا رامي، المشكله ان هو ما ينفعش. لا هو فتح، لا انا راجل كنت بلعب سرد باك، يعني بلعب ليبرو، كنت بلعب ليبرو كان معايا الله يبارك فيه احمد جمال وكان محمود صالح. دي كانت مشكله. طب انا عايزك تكلمني عن نجوم الاهلي كلهم الحقيقه اللي تالقوا في البطوله بشده، بس اسمح لنا نروح لفاصل اخير ونرجع نكمل الكلام. جاتنا والسنة سوليا متوهج، سوليا بيعيش افضل فتراته، والحقيقه انا اتخضيت زي كل الناس الحقيقه من الـ من الـ من الـ يعني من الفاول اللي حصل معاه، الكارت الاحمر الاولاني بتاع الهلال. الدخله كانت عنيفه جدا جدا، ويعني انا حتى كنت لسه بتكلم مع كابتن ضياء، يعني انا ما توقعتش ان سوليا يكمل المباراه، وكابتن بيقول لي ان اصابه زي دي ممكن يعني تتسبب لا قدر الله في كسر، بس الحقيقه سوليا كان راجل وكان واحد طبعا من نجوم الاهلي في البطوله وفي مباراة الهلال كمان على وجه التحديد. دي كانت مهمة جدا برضو، نرجع أحمد إن لازم اللاعب برضو يشنكر بلغة الكورة. أيوه. يبقى في بنداج وفي لو شنكر. مفيش الجارد ده لو مفيش شنكر مشكلة تبقى طبعا لو لابس يبطل فيها استرزاق ألمونيا. أيوه. والملعب زي ما أنت عارف بيترش قبل. أيوه. المباراة وداخل بأقصى قوته لو نازل في القصبة. يعني أنت لما تشوفها في كاميرا من الكاميرات أنا بصراحة أنا اتخضيت، ممكن تجيب يا ريت يبقى كسر لا قدر الله، ممكن تجيب كسر مضاعف وتعمل مشكله، يبقى خلاص كل سنه طيب، ممكن يقعد له سنه سنتين لا قدر الله بعد الشر عليه هو واي لعيب تاني. بس 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 غلطتين الهلال برضه، عشان نتكلم على دروس مستفاده، يعني غلطتين الهلال بيقولوا انه الثبات الانفعالي للاعيبه مهم جدا، زي ما مهم انه لياقتهم البدنيه تبقى في احسن حالاتها، قدراتهم التكتيك اللي بيلعب توظيفهم في الحاجات دي كلها بتحسم بطولات. والدليل امبارح انه غلطتين كلفوا الهلال اثنين لعيبه في مباراه مهمه يمكن جدا. يمكن الجهاز الفني ما احترمش مقابله النادي الاهلي قوي، او يعني حط النادي الاهلي في المرتبه الصح، وقال احنا زي ما اتقالت يعني ما كان بيقال على الميديا ان مباراه الاهلي سهله جدا، وان الهلال ناس كثيره جدا كانت بتقول ان الهلال هيقدر يكسب النادي الاهلي ويتخطى الموضوع ده، وكان ضامن المركز الثالث باريحيه.
هو طبعا مش عايز اقول يعني هي المنتاليتي شويه بتاعت اللعيبه بتاعت الهلال صعبه جدا، احنا اتفقنا. اولا هي كره في نص الملعب، يعني داخله بصراحه تقول انه لعيب، يعني انا لما اجي اتكلم اقول ده لعيب ما عندوش خبره، صعب يلعب في نادي الهلال. ده اغلى صفقه، ما انا لسه بقول لك اهو، ما انا لسه بقول لك ده يبقى 10 مليون وي، انه لعيب ما عندوش خبره، دي نمره واحد. نمره اثنين الطرد الثاني، راجل على 18 والكره بعيده عنك وما لكش علاقه باي حاجه، ولا انت رايح ولا انت مثلا مستني علشان بقى اعطل علشان هجيب جول، بعيد جدا تعمل يعني الفاول دوت، وفي نفس الوقت عارف ان فيه فار. ايوه طب الفار ده انا هتشاف هتشاف. اللعيب الاولاني اللي اتطرد ده اغلى صفقه عملها الهلال قبل البطوله، ولعب كويس مش وحش على فكره، ولعب كويس طبعا طبعا، بالاضافه جنبهم لعيب اسمر كده تقيل شويه كمان، ويس بروميتش وايجالول المهاجم بتاعهم ده كان بيلعب ده هو اللي هو الهجمه ده جاي منين؟ ده جاي من بورتو، لعب كويس جدا. انا بقول لك لعب كويس، انا بورتو ده فريق بطل البرتغال وواخد لقب تشامبيونز ليج، يعني فريق من الفرق الكبيره في اوروبا. هي فرقه كاسماء فرقه تقيله. ولما تبص حتى على فرقه الاهلي ما هنا بقى روح الفانيلا اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، بص كقيمه تسويقيه، يعني تعمل مقارنات قبل البطوله، الاهلي ومونتري، الاهلي قيمه تسويقيه 30 مليون تقريبا دولار اجمالي قيمه اللعيبه، الفريق بتاع مونتري داخل في 85 مليون. عشان كده بقول لك برده شخصيه البطل دي، شخصيه التيشيرت نادي الاهلي تفرق كتير جدا جدا. الناس دي الناس ما الكوره ما بتحسبش بفلوس بس وباسماء بس وبارقام بس. الاهلي في ماتش بالمراس يا احمد حاسس ان هو ما اداش الدور اللي عليه. صدقني كان ماتش بالمراس ممكن نتيجته تبقى احسن من كده. الخطأين دول بامانه اللي انا زعلت منهم، هم دول اللي عملوا المشكله، وهم دول اللي سهلوا الماتش او صعبوا الماتش علينا شويه. تمام ده بامانه. يعني حتى بس برضو يعني حتى رغم الخطأين دول، حتى بعد ما البالميراس اتقدم عليا 2-0 كان ممكن توصل وترجع تعمل ريمونتادا كويسه. ايوه وحضرت مفيش مشكله، حطيت بالميراس بس انا كنت حاسس برضو ان يعني ايه، مش عايز اقول النتائج بتاعت الكاس العالم اللي قبلها واللي قبلها، ان احنا كسبنا بالميراس قبل كده وكنا خسرنا من مونتيري، فقلنا الموضوع ممكن يبقى سهل، يعني مش عايز اوصلها دي، لان اللعيبه اللي كانت بتلعب هنا ما كانتش نفس اللعيبه كانت بتلعب في المباراه بتاعت اول امبارح او الفتره دي اللي فاتت دي. عايز اوصل ان الروح اللي بتتكلم عليها دي ظهرت بشكل قوي جدا في ماتش الهلال. انا بقول لك اول خمس دقائق او سبع دقائق ضيعنا كوره والثانيه لا واضحين، وبعدين في حاجه يعني ديانج يا جماعه لعيب جامد قوي جدا جدا. بص يا ما شاء الله، انا قلت ما شاء الله. انا قلت السوليه وديانج وفتحي صداده، شبكه صداديه غير عاديه. خلي بالك عندهم كوره، يعني فتحي من النوع اللي بي 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 يعني بيضغط كويس قوي وبيلعب بدماغه كويس جدا، وعنده التوقيت والربط كويس جدا جدا جدا، التوقيت بتاعه مع زمن الكوره كويس قوي. السوليه بيشوط كويس، ديانج بيشوط وبيرجع وبيغطي، ده في كوره ضاغط عليها جوه ال 18 بعد القطع ديانج اول سبع دقائق. عشان كده انا قلت لك الاهلي، انا في قررت نفسي الاهلي هيكسب. ديانج ده انا بعتبره جامد جدا، مهم جدا للنادي الاهلي، اتمنى يفضل على المستوى دوت في وجود حمدي والسوليه. وقبل مراحل تجديده لازم نتكلموا معاه ولازم نشوف حته كويس جدا، لان ديانج ده حاجه كويسه قوي 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 قوي، حاجه بتديك اريحيه. لا معجبين بيه في كمان في تشيلسي قوي، يعني الضغط جامد. يعني امبارح في لقطه التتويج على المنصه، يعني نجولو كانتي طبعا نجم تشيلسي ونجم فرنسا، واحد من افضل لعيبه خط النص في العالم ان لم يكن افضلهم، يعني موضوع نسبي يعني، بس انا بشوف واحد من افضل. يعني لو قلت انه نجولو كانتي لازم تقول واحد من افضل لعيبه خط النص في العالم. راح وسلم على دي اللقطه طبعا اللي حضراتكم شايفينها، وسلم على زانج وخدوا صوره كده مع بعض، فاهم هما الاثنين شبه بعض كمان في اللعب قوي. بس تحس ان ديانج اطول شويه، ديانج اطول فايتر شويه، وفي نفس الوقت ديانج فاهم. يعني ايه فاهم؟ ديانج عنده حته التوقع عاليه قوي، مش اي حد يتكلم في الحته ديت. ديانج بيتوقع كوره كويس جدا، وعلى فكره في حته برضو ديانج بيعملها، ديانج معظم الوقت بيبقى قدام الكوره. خلي بالك يا احمد، دي مش اي الديفندر الشاطر الكويس، انه دايما الكرة ما بتسبقوش. وعنده حتى كمان كابتن ضيا بيتهيألي انه محتاج شغل عليها، يعني عنده قدرة دايما على الاختراق، يعني دايما بيعمل بيطلع بالكرة بيبني بوكس تو بوكس زي ما بيقولوا. الحتة دي ازودها له. انا اقصد اقول ان امكانياته تسمح عالية بده. لا 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 لا، لو زادت عنده دي واشتغلت عليها كمان يفرق كتير جدا. انا ليه بقول لك كده يا احمد؟
ديانج مش في كوره واحده ولا في اثنين او في موقف او في موقفين بقول لك ان ديانج بيضغط كويس ولا لا، لا اطلاقا. ديانج عملها في كذا مباراه فبقت سمه فيه، بقت حاجه ميزه فيه انه بيضغط كويس جدا بقول لك، ويضغط هنا ويخلص هنا ويرجع يقفل في الحته الكويسه دي. دي مش اي حد تلاقيها. اولا لازم اجهز بدنيا ذهنيا فنيا. حته بقى اللي كان بيتكلم عليها ديت انه بيضغط وممكن يلعب كراجل بيكمل ورا الهجمه، انه رجله مش وحشه جداً، بس محتاج بالعكس. الحيز اللي بيبقى موجود فيه اللي هي الكيرف بتاع 18 يعني المكان ده يبدا يشوط، لياقته وسرعته جاهزيته كامله، جاهزيه كامله، لياقته سرعته ومهارته وقدرته على التسديد، الاربع عوامل دول لو اشتغلت عليهم وطورتهم انت هيبقى عندك لعيب خط نص. عنده كام سنه؟ حاجه و20 23 24 سنه. اه لعيب شويه كمان سنه ولا اتنين اشتغل على حته التدعيم الفني ليه في حته واحده بس، حته واحده فقط لا غير. بتتكلم على لعيب عنده 24 الهجمة سنه ورا الهجمه ابدا احط رجلي ازاي، يحط رجله في الكوره ازاي. ايوه الحته اللي عندي 18 عارف السته، يعني السته كده خد السته كده خطين طوال كده وابدا اتحرك من هنا وابدا اشوط، اتحرك وابدا اشوط، اقطع وشوط. دي محتاجه شغل فردي. أيوه. لو اشتغل عليها ديانج او مستر بوسيماني، مستر بوسيماني مع ديانج على ما اعتقد كتير جدا. أيوه. ده ان هو عنده من القدره ان الكره لما بتتقطع اللي بيحصل بيرجع بسرعه وبيرجع في اتجاه الكوره. فبقول لك دي مهمه جدا جدا بالنسبه لديانج. يمكن برضو من الحاجات اللي انا شايفها ايجابيه في المباراه ديت بتاعت الهلال عبد المنعم. لسه هقول لك الوافد، انا سبقتك مش الوافد بقى، انا سبقتك العائد بعد الغياب، ولكن الحقيقه قدم اوراق اعتماده بدري قوي في مع مصر في بطوله افريقيا، وامبارح الحقيقه كمان اثبت انه اضافه كبيره جدا للناحيه الدفاعيه في نادي الاهلي. ولد يعني نتكلم بامانه. محتاجين حد زي عبد المنعم في السن الصغننه دي والخبرات دي والامكانيات والقدرات دي انه يبقى موجود جنب حد من السردباكين الموجودين. سواء هيقعد حد؟ هيقعد. هيقعد. معلش انا بقول لك انا بص 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 يا احمد. يقعد ما يقعدش، احنا بنتكلم هو احنا محتاجين كله. وما تزعلش حد. لا بالعكس. هو اللي كان بيلعب قعد. لا وبالعكس لما يبقى عندي لعيب زي محمد عبد المنعم داخل على الفرقه ده هيخلي طب. اللي موجود كمان مين اللي موجودين؟ مين اللي موجودين دلوقتي عندنا في الاهلي؟ واسين وصاد ايا كان. ما هو سين في وقت من الاوقات قعد الف مظبوط وقعد ب، لكن لما يجي لي محمد عبد المنعم دلوقتي في الظروف ديت ما ينفعش اقعده. ما ينفعش اقعده، وخصوصا انا لما اجي لاعب سرد باك عندي على اي اساس بلعبه؟ الفاولات، النظرات، المتابعه. يعني في كوره بقول لك برضه زعلت منها في الهدف الاولاني، انا لما اكون راجل سرد باك، يعني ايه سرد باك؟ يعني انا الراجل الفيرود اللي بيلعب عليا ما يشوفش الهوا، انا صدري في ظهره اضغط عليه لان هو احنا هما لاكش بيلعب فرودين. والراجل السرد باك الثاني بيسيب مسافه بينه لو هو هينزل يكمل، حتى اذا كان هو رامي ربيعه لو هينزل يكمل مع الراجل دوت، لو هينزل يكمل معاه ما فيش مشكله، لكن هو يعني برضو دي مشكله برضو صغيره، ان انا بخاف على منطقتي او على مكاني والراجل ينزل يستلم. طب الراجل لما ينزل يستلم لوحده، هينزل يستلم لوحده، طب ما هياخد ويلف ويجي لك. هي دي اللي كنت بتكلم عليها، دي مشكله يا احمد، مشكله على فكره، دي مشكله مش في النادي الاهلي بس، دي مشكله في مصر كلها، ان انا ودي ترجع للمدير الفني وترجع للجهاز، ان انا لازم ادي لك الثقه واقول لك اضغط ما تخافش، ولازم يبقى في ترحيل يا اما من باك رايت يا من باك ليفت في وجود السرد باك الثاني او ديفندر اللي هو بيقول لك قدامه الكوره يقوم بواجبه. لو رامي نازل مع الراجل ده قدام ونزل ديانج او نزل السليه وحمدي فتحي مكانه وضغط باك من الباكات وراجل طرف من الاطراف سواء اذا كان طاهر او عبد الظاهر عبد القادر سوري خلاص خلص عبد القادر بقى عبد القادر لا لا عشان ياخد عشان ياخد حقه بصراحه. بص عبد القادر لازم ياخد حقه في حته واحده، راجل حريف، احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش لعيب حريف. ده جابه حته بتاعت هو وعلي معلول واضحه معدى ورايح عدى من الاثنين وبعدين خالد علي حطها وبعدين رجع تاني علي اتقطعت منه وعمل تاكلينج. لا هو واضح انه لعيب كويس قوي ولعيب هنا على الكوره كويسه، محتاج الجول بيتكلم والجول اللي جابه كابتن ده معدي يعني دي جرأه. ايوه جرأه ثقه دي جرأه الحته دي ثقه انه يرقص. انا كنت بتكلم معاك في الفاصل بقول لك ايه يا احمد، بقول لك محتاج حته ثقه. الثقه دي مش معناها ان انا العبك مباراه ولما تبقى انت مش موفق اسحبك. لا اللي زي احمد عبد القادر دوت محتاج حاجه كويس قوي. الثقه اللي بديها لك بقول لك انت لعيب كويس ولعيب مثمر ولعيب مؤدي ومنتج للنادي الاهلي
جنب شريف، جنب طاهر، جنب اي حد موجود، جنب حسين حتى مفيش مشكله، جنب قفشه، محتاج منك حاجه. لما تبقى انت مش موفق كجهاز فني اصبر عليه شويه، صبرت عليه صدقني هتاخد من احمد عبد القادر كتير جدا 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 جدا. بس المشكله ما استعجلش عليه انتاجياته. انا النهارده عندي مشروع لعيب كويس قوي 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 وبفتقده على الطرف، بيعدي ويخش وبيرجع وروح وقلبه ودماغه. واضح كمان انه الكيمياء بينه وبين علولو يعني جت بدري بدري، يعني هم ما لعبوش مع بعض كتير يعني برضو في الاول الحريف. والاخر تتكلم على 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 اتنين لعبوا كام ماتش جنب بعض، بس تحس انه الكيمياء الدماغ والكيمياء بينهم وبعض بعض. اللي انا اعرفه حاسس انهم بيلعبوا مع بعض كتير. اللاعب الحريف، اللاعب الحريف بيقدر يفهمه لعيب حريف زيه. يعني هي مش محتاجه احمد ان انا ايه لما بعدي لما اخش يمين انت تجليش، هي مش حسابات، هي مش كيمياء. لا مش كيمياء يعني الف الف واحد زي واحد يساوي اثنين، لا لا اطلاقا. هي كلها من تلت بالدماغ، بالتوقع، بالموهبه، بيبقى واضح بيتكلموا لغه واحده طبيعي على موجه واحده بالظبط. هي الموجه دي وهي اللغه دي، لغه كره القدم طبيعي جدا. لما بعدي كده لازم اطلع لك عشان تحطها لي صح، وانا بروح ببص يا اما العبها لك تحت يا اما العبها بالعرض. ده كله برده شغل ايه؟ شغل جهاز فني. صحيح اللي انا بتكلم عليه. احنا يا احمد يعني الجبهه اليسرى بالنسبه لك مطمئنه في وجود علولو وعبد القادر حاليا؟ اه جدا 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 في وجود. حط 100,000 خط في وجود. انت قلت عبد القادر ومين؟ ومعلول. ايوه صح كده؟ في وجود يا اما حمدي فتحي او ديانج اللي بيأمن الحته دي. وبقولها ليه؟ معلول على طول بيعمل ايه؟ بس توظيف حمدي السنه دي يا كابتن ضيا مريح قوي معلول واكرم ومن بعده هاني. ليه؟ جميل قوي يا احمد، برافو عليك. ليه؟ ما هو اللعيب اللي بيفهم وبياخد التعليمات وبينفذها صح. انا عبد القادر الطبيعي، الطبيعي لما بيشتغل على الاطراف الطبيعي بيعمل ايه؟ بيخش. ولو بدري شويه مش لازم يوصل عند خط الكورنر عشان يعمل الكروس، ولا دخل جوه يبقى معلول موجود، مفيش مشكله بالنسبه لي. لكن لو دخل من بدري من قبل 18 مين اللي بيطلع المفروض؟ معلول. يبدا يشتغل معاه، دي بتعمل تغلغل للخط الظهري كله. اللي بيأمن الحته بتاعت داوده مين؟ يا حمدي يا ديانج. ما ينفعش يبقى حمدي طاير والسوليه طاير. طب ما طبيعي هو امبارح الفرقه كلها كانت طايره. ليه؟ ده ياسر طاير. ما انا بقول لك طبيعي. انا زعلان بقى، كنت لسه بتكلم معاك. انا كان المفروض اعمل سكور جامد قوي في المباراه. يعني انا ليه ما كسبش سته يا احمد وسبعه؟ ليه يعني ايه العيب؟ لازم ارمي في روي. انا بصراحه انا لو كان موسيماني بامان الله. انا معاك مع كل اللي هو فيه 20 بطوله وال 500 مباراه والكلام ده كله، ده انا هرمي في الودين والطرفين موجودين عندي ان شاء الله كانت تيجي على حساب ديفندر من ديفندرات. لان انا لما هاجم باثنين فراوده واطراف ادي اربعه تحت شعار، تحت شعار اللي اتلسع في الشوربه ينفخ في الزبادي. ما انا خلاص الراجل ابتدى البطوله دي وهو غايب عنه فرقه كامله. انا ممكن احط حاجه تشكيل الاهلي، تشكيل الاهلي الفرقه ممكن تلعب البطوله دي ما كانتش موجوده. يعني اقول لك الشناوي مثلا حارس مرمى، اكرم توفيق، بدر بنون، هنقول مثلا محمود متولي، هنقول محمود وحيد انه ما خدش في المباراه دي، هقول في النص مثلا قفشه وعمار حمدي، هقول جناح مثلا بيرسي تاو، وهقول راس حربه حسام حسن، وهقول جناح شمال صلاح محسن. انت عندك فرقه دي مش فرقه يعني دي أحمد. مش فرقه احمد فالراجل ممكن اقول لك ليه. انا برضو كان نفسي المباراه تخلص هيفي سكور، كان نفسي نجيب خامس وسادس. مش مساله ان انا عايز فرصه جات لي. انا فاهم، معلش أنا وبغض النظر عن المؤاخاه بيننا وبين السعوديه وبين الامارات وبين وبين، ماليش دعوه يا جماعه. لا لا دي كوره، دي كوره الله ينور. دي كوره، الكوره ما بترحمش. لا 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 خسارتنا او مكسبنا هتاثر على علاقتنا باشقائنا السعوديه. علاقه ده بدوت ما تتاخدش كده. طبعا. وبعدين اقول لك حاجه، يعني مش معنى ده انا كنت جمدت المباراه كسبت واحد عشان انا لا ده ممكن كان يبطل لي يبطل كل لعيبه. انا بقول لحضرتك ايه، انه ممكن يبقى في اعتبار برده الواحد بيحط نفسه برده عشان يعني بيحاول يفهم، ممكن يبقى في اعتبار كبير جدا، وده انا قريته في تغييراته حتى، انه الراجل ابتدى من بعد ما المباراه حسمت وحس انه الميداليه البرونز خلاص هو شايلها على سنه، ابتدى يفكر في ماتش الهلال بتاع السودان وانه مسافر، وانه فاريح الناس دي عشان ما مجهده، اريح الناس دي عشان ما تتعورش او ما يبقاش في اصابه، واحافظ على فرقتي وكفى الله المؤمنين شر القتال واربعه حلوين. حسيت كده يعني، بقول لك ده احساسي برده. ده وارد، ده فكر عادي بالنسبه له، مفيش مشكله. كنا بتكلم في حته وعلى طول بقولها، النادي الاهلي ال 30 لعيب اللي عنده المفروض يبقوا كلهم على مستوى واحد لسبب واحد، ده غير انديه الدوري العام الفرق العاديه.
الفرق العاديه انت ممكن تعتمد على 13 14 لعيب معايا يا احمد. تمام. 13 14 لعيب واجيب لي 5 6 لعيبه اللي هم نمره 2 في كل مركز هيزيد، يبقى مثلا ده اللي بيلعب الاولاني. أيوة. اللي هو الاساسي بالنسبه لي 90% 85 في 90% او 100% والثاني ده 60 70 اللي بيه لما بيقعد علشان الاساسي عنده مشكله طرد انذار اصابه كاني مالي يخش مكانه وابدا اجهز. لكن النادي الاهلي مختلف تماما. النادي الاهلي بيلعب كام بطوله؟ بيلعب 2 و3 ممكن يلعب 4. أيوة. منتخبات مع لعيبته. فاللعيب بتاع النادي الاهلي ليه تايتل معين، ليه شكل معين، ليه كاريزما معينه، مواصفات معينه. اللي بيجي النادي الاهلي ما ينفعش بقى 60 و70 دقيقه تقول نمره 2 ونمره 1 90 و95% لا، وقتها الجدع بقى واللي يقدر ينفذ فكري انا كمدير فني ياخد واجهز. انت خدت وانت قادر بس بدي اتكلم. عملوا ده في ماتش مونتري، انت لعبت مونتري بغياب الاصابات والدوليين. انا بتكلم على كده. انا عملت إيه؟ ده اصل الناس تقول لك ايه، اصل النادي الاهلي يا جماعه انا ضد الكلمه دي. النادي الاهلي مش كلمه مستحدثه بمن حاضر، لا، طول عمره ان النادي الاهلي طول عمره باللعيبه اللي بيلعب بيها ايا كان مين اللي بيلعب. 11 راجل في 11 راجل بالظبط. صحيح. الروح دي والله العظيم احنا زي ما قلنا. عايز اخد رايك في هاني، لانه هاني عوده بعد غياب، والحقيقه انه واجه يعني انا بشوف انه اي لعيب كوره مر بظروف هاني واجه يعني ضغوط صعبه جدا، ضغوط ومواقف صعبه. يعني ان انا اوصل يعني هاني زي دلوقتي السنه اللي فاتت كان مكسر الدنيا في كاس العالم للانديه، وكان نمره واحد في مركزه مصر. وكان في منتخب مصر ومنتخب مصر. فلاقي نفسي اتصبت فمستواي تراجع فرجع يخش اكرم بنتكلم بس يخش اكرم واكرم يعلى ويبقى نمره واحد وبقيت في الاهلي نمره 2 وانه اكرم كمان يعني اكرم قدم مستويات مبهره فطبيعي جدا عشان انا اجي تاني تحتاج مني طلعه. انا هرجع للحته دي يا احمد بسرعه كده برضو. انت قلت لي محمد عبد المنعم هيقعد حد، انا هرد عليك واقول لك اكرم قعد محمد هاني. اي المصلحه كانت في مين وقتها؟ ان اكرم يلعب. تمام. نفس القصه بالنسبه لمحمد هاني علشان يكمل الفتره اللي جايه ديت بنفس المستوى والروح والنفسيه والتوهج اللي هو فيه دلوقتي ما ينتظرش. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انا كده. ودي دور موسيماني ودور الجهاز كله بما فيهم كابتن سيد حفيظ. ما تستناش تلعب او ما تلعبش. هي صعبه. انا راجل مدرب ولعبت النادي الاهلي وعارف كويس قوي. انا ما استناش انا هلعب ولا ما العبش، ما استناش ابقى استني اساسي ولا مش اساسي، انا اعمل اللي عليا وادي بنفس الروح. يحضرني موقف من المواقف، مش هقول كان مين، كان في حد بيلعب وقتها في النادي الاهلي وكان قاعد احتياطي وانا لعبت وكان حصل حوار. بيلعب في نفس مركزك؟ مركزي، مش هقول مين بس كان كتير قوي مش هقول لك. والاول حرف مش هقول مش هقول لا. فجه كابتن جوهري وصل له قال له ايه؟ قال له ان فلان دوت احسن لعيب عندي في الفرقه بس المباراه او الوقت دوت مش ايه مش بتاعه، الوقت ده مش بتاعه، ضياء يلعب لان الوقت ده كان تعضيه خلاص، الوقت ده مش بتاعك انت. فكان بيقعد وهو حاطط رجل على رجل ويقول انا احسن لعيب في النادي الاهلي وكان بيأدي. مين يا كابتن؟ مش هقول لك يا كابتن. انا بقول لك ليه كده يا احمد؟ ده دور ودي روح النادي الاهلي. العب ما العبش، اتحط ما اتحطش، ما تفرقش معاك، بس في شرط. ايوه. ما ينفعش انا ببقى في الصوره ديت والتوهج دوت واجي اقعد اضرب غطس انزل كيرف تاني اجي لا قدر تحصل مشكله. أيوه. اخد ابقى وحش يبقى انت. طيب. عليك لا. احنا كنا بنتكلم عن ناحية الشمال وقلنا انه يبدو ان احنا مطمنين قفلنا الحته دي بحاله التفاهم والكيمياء العاليه والمستوى بين عبد القادر ومعلول. عبد القادر ومعلول. تمام. اليمين مين اللي شايف اللي يقدر يعمل الدويتو برده اللي يعني يطمنك ويريحك في الحته دي؟ احنا لو كنا برده ادينا الحق لعبد القادر لازم ادي الحق لطاهر. حسين خلاص بقى لعيب كبير ولعيب فاهم وعارف كويس قوي، وممكن برضو حسين في 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 بداياته كانت مع المقصه كان بيلعب باك رايت. ايوه. وكان في نفس ومع الاهلي في ماتشات وكان هداف. ايوه. لا قصدي كان هداف يعني باك رايت وكان هداف الفرقه. حسين ممكن محتاج بس شويه هدوء شويه فكر صغننين كده هدوء يعني اهدى شويه. أيوه. او افكر بسرعه قبل الكره ما تجي لي انا هعمل ايه مع محمد هاني او اكرم. يعني انا دلوقتي خد بالك من حاجه الطريقه الجديده بتاعت مستر موسيماني حطت حطت زحمه في الحته اليمين دي. يعني لو قلنا ان الشمال بقت معلول وعبد القادر انت عندك قفشه وعندك حسين وعندك طه وعندك بيرسي تاو لما يرجع
كل دول تقريبا هيبقوا بيتخانقوا على على مركز على مركز واحد. احتياجاتي انا كمدرب هلعب بثلاثه، اذا كان السوليه واذا كان حمدي فتحي وديانج، ولا هلعب فرد اثنين من الثلاثه، اثنين من الثلاثه، احط قفشه ولا احط برستا او شريف ممكن او لا. ما انا برضو زي ما اقول لك حته ان انا اقيمك وان انا اتكلم معاك واقول لك ان المباراه دي بتاعتك، المباراه دي مش بتاعتك، ما تزعلش، دي بتيجي من المباريات الوديه القويه اللي بتتعمل بعد المباريات الرسميه علشان اجيب لياقه المباريات للعيبه اللي ما بتلعبش. ما هو انا فعلا مش هحتاج 14 لعيب او 13 لعيب بس وتيجي تحصل عندي مشكله. زي ما قلنا ان كان هاني كان متوهج وكان 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 واتصاب بتاعت ربنا وورده. انا عايز بس أكرم الدويتو اللي انت تراهن عليه السيزون ده في الحته دي الناحيه اليمين، قلنا عبد القادر معلول شمال، نص الملعب محسوم. انا طاهر مش انت تراهن على طاهر؟ انا راهن على طاهر. طاهر انا مقتنع بيه لعب لعلمك. طيب لعب طاهر هم لا يعني احنا الكلام ده التشكيل امبارح بصراحه الكلام ده مش معناه ان احنا انا مقتنع بقدرات كل واحد فيهم. لا بص يا احمد عشان طاهر لعيب جامد جدا وقفشه لعيب جامد جدا ياسر ده مش رايي ده حقيقه. حسين سوري حسين عمل كام جاب كام بونت للنادي الاهلي وكان مشارك في حسين مفنش السيزون اللي فات غير عادي عالمي. انا 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 دلوقتي لما بقول لك ده الوقت حاليا اللي واضح ان هو يعني زي تقول متوهج او هو شغال كويس قوي، هنقول دلوقتي لغايه ما يرجع اكرم بالسلامه ان شاء الله محمد هاني مع طاهر ممكن يعملوا دويتو جامد جدا جدا، وخصوصا خلي بالك بقى دي حته بتاعت لعيبه كوره، هاني مش عايز ينزل. طب انا لما اتصبت وركب اكرم وكان ماشي كويس انا قعدت ما اتكلمتش، صح، مع ان كانت في بعض الايحاءات والايماءات اللي كانت بتحصل من هاني والناس كلها قالت ان ما ينفعش هاني يعمل كام دوت. نتكلم بكل امانه بكل صراحه، الناس كانت بتقول لا ما ينفعش هاني انت لسه صغير ولسه والراجل كان ماشي كويس وانت كنت مصاب فانا هدي اللي كان ماشي كويس. ايوه هاني هيمسك في الفرصه دي وده اللي بتكلم عليه، هيعمل ايه؟ بايديه واسنانه. صحيح اللي بيعمله اكرم واللي قعدني في مره خلاص انا ده اللي المفروض يمشي. في وجود بقى في وجود اذا كان ياسر جنب محمد عبد المنعم مع الثلاثه الشبكه الغير عاديه ديانج والسوليه وحمدي فتحي، حقيقه يمكن واحد من اهم مكاسب البطوله باضافه طبعا للمكسب الاهم يعني انك انت حققت برونزيه وتحديت كل الظروف الصعبه دي، انه الاهلي رجع تاني يطمن، انه الاهلي ابدع وبيقول انه الحقيقه مكشر عن انيابه بالنسبه لبدايه انطلاقه المشوار في بطوله دوري الابطال. وباذن الله ان شاء الله النسخه اللي جايه كاس عالم انديه نكون موجودين، وان شاء الله باذن الله املنا كبير جدا في الوصول للمباراه النهائيه. في حد يا احمد احنا ما جبناش سيرته خالص. ايوه مين بديل الشناوي اللي لعب الماتش اللي فات؟ علي لطفي. كان شكله ايه؟ ما خدش حقه ليه؟ لا علي طلع كورتين ثلاثه. علي لازم ياخد حقه في كل المناسبات الكبيره. لازم ياخد حقه. حاضر في كل المناسبات. احنا جبنا عبد المنعم. أيوه. وجبنا عبد القادر وجبنا مين طاهر وقلنا ان الثلاثه دول مع حمدي فتحي تمام. هو الفرقه كلها كانت نجوم صراحه بصراحه بس برضو صحيح. لكن انا بتكلم كحراسه مرمى، لا انت عندك راجل بامانه الله كان هايل جدا 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 وكان واقف وعنده ثبات وعنده كلهم كانوا رجاله، كلهم كانوا ابطال الحقيقه وشرفونا ورفعوا راسنا، رفعوا راس مصر كلها مش بس الاهلاويه. مبروك مره ثانيه لكل الاهلاويه في كل مكان، وان شاء الله باذن الله تكون بشرة خير وبداية موفقة إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية قدام الهلال السوداني في ملعبه في السودان. مباراة مش سهلة على الإطلاق، لكن إن شاء الله بإذن الله نحن لها. ومن بكرة نفتح ماتش الهلال ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة استعدادات الفريق اللي يرجع للتمرين بإذن الله بداية من بكرة. بشكر كابتن ضياء عبد الصمد، شرفتنا ونورتنا. مبروكك مرة ثانية، ألف مبروك يا أحمد، ربنا يخليك. شكرا. بشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير، دايما نتقابل على شاشة الأهلي.